10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب السعودي وتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم المنتخب الأسترالي أمام المنتخب السعودي ضمن منافسات الجولة 5 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة على استاد ملبورن المستطيل، القناة الناقلة بين سبورت 1 والمعلق عبد الله الغمدي. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقيت المباراة صباح اليوم الخميس في 10 صباحا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 11 بتوقيت القاهرة والسودان، 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والعراق. يذكر بأن المنتخب السعودي يأتي في المركز 3 في المجموعة سي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأسترالي في المركز 2 برصيد 5 نقاط. توقع معنا في التعليقات من ينتصر في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ومباريات الجولة 5 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.